next class. A shorter definition, I mean, what the sinus? A shorter test, yeah. Shoulder test كده ما ينفعش يعني ورا ورا زي ده كل باثولوجي واحد او اثنين من اهم التست المفروض نعملها والمفروض نعرف نعمل نيد ايه لان احنا لما بيجي العيان بتاع الشولدر ما بنتحفظش كل التست ورا بعضها كده احنا الاول بناخد حاجه بنسميها تارجت سنسيتيفيتي وبعد كده بنعمل حاجه اسمها General shoulder examination ونعمل بعد كده special test حسب التارجت هيستوري تيكينج ده وصلني فين. التارجت هيستوري يعني ايه؟ لما يجي لي عيان انا الاول هبدا اساله الشكوى بتاعتك ايه؟ في حاجات كومن لكل شولدر باثولوجي زي مثلا البين. العيان اللي عنده الانستابيلتي ممكن يشتكي من بين وعين الفينش وعين الفروزن وعين الكاف وعين الارثرايتس. لكن لو واحد جالي مثلا لو حد جالي مثلا قال لي انا كتفي بيتخلع مني 3 4 مرات مش المفروض ان انا وانا بعمل له اكزامينيشن اقعد اشوف مثلا الباور بتاع كل عضله غير لو حد كبير في السن وشاكك ان وكان فيرست تايم ديسلوكيتد لان ملوش معنى انا هعمل له مين دي حاجات الانستابيلتي. واحد عنده حاجه و60 سنه دايابيتك بيقول لي كتفي ما بينيمنيش بالليل من كتر الوجع وما عدتش اقدر اجيب ايدي ورا ظهري اقول له تعالى نعمل بقى ابريهنشن ونشوف الاخبار ايه. ده ملوش معنى. فيبقى انا من الاول لازم ابدا افكر الكاتيجوري بتاع العيان ايه ودي هعرفها من الهيستوري. عيان الشولدر عاده بروتني بنقسمهم لتو بروتني، عيانين صغيرين في السن وعيانين كبار في السن. العيانين الاصغر في السن انا ما بتكلمش على تروما، انا بتكلم على حاجات اداريه عاده بيشتكي من الحاجات اللي بنشوفها فيهم كومن هي عيانين الانستابيليتي. ودايما تفكر ان عيان الانستابيليتي ممكن يبريزنت جاست باي بين، يعني مش لازم يكون كتفه بيتخلع. واحد يقول لي كل ما باجي اضرب السيرف بحس بوجع، وانا بعوم بحس بوجع في كتفي. ممكن ده يكون عيان انستابيليتي بس بريزنتنج باي بين. عيانين السلاب عاده بيبقوا صغيرين في السن، عيانين كوميكتابيكزر ارثرايتس يا اما يبقى ناس عجوزه يا اما الصغيرين اللي بيعملوا ايه؟ يشيلوا حديد. دول كتير منهم بنلاقي عندهم كوميكتابيكزر ارثرايتس. فدي كاتيجوري. الناس الكبيره في السن عاده بتشتكي من ايه؟ بين وليميتيشن ان ذا رينج. دي ينزل تحتها ايه في الدايجنوزس؟ ينزل تحتها فروزن، ينزل تحتها ارثرايتس، ينزل تحتها امبنشمنت، ينزل تحتها روتيتور كافتي. يبقى دول كاتيجوري ودول كاتيجوري. فلما اخد الهيستوري اشوف نفسي انا رايح في انهي كاتيجوري عشان لما اجي اعمل اكزامينيشن افوكس على الحاجات انا عاوز افرق ده من ده من ده، مش عاوز اعمل اوفرلاب. عشان كده الواحد قال لي كتف بيتخلع اهم بقى اول مره اتخلع ازاي؟ طب احتاج يترد اندر جنرال انستيزيا ولا ما احتاجش؟ طب اتخلع كم مره؟ بيرجع بسهوله ولا لا؟ ولما اسال سؤال لازم اعرف انا بساله ليه. يعني الكتف اتخلع كم مره؟ ما بسالش السؤال ولو قال لي 3 او قال لي 30 مش فارقه، بس هو تقفيل ورق. انا لازم ابقى فاهم انا بسال السؤال ليه. انا عاوز اعرف الكونديشن بتاع السوفت تيشوز عنده ايه؟ عاوز اشوف الكونديشن بتاع البون ايه؟ واحد لما بيقول لي انا كل ما بكح بالكتف بيتخلع، مش ده ساعات بنسمعها؟ يبقى انا بفكر ان ده مش العيان اللي هعمل له بنك ارتيتيف، يعني الهيستوري ده ليه هدف. فاحنا اللي احنا بنعمله حاجه بنسميها ديفرنشال دايركتد ابروتش. انا من الهيستوري المفروض ان انا اكون مور ليس عرفت انا ماشي في انهي كاتيجوري. انا ماشي في اتجاه انستابيلتي وحاجات زي كده ولا ماشي في اتجاه فروزن وامبنجمنت وروتيتور كاف؟ كل العينين بيشتكوا من بين. زي ما انا كاتب كده سامعين كده ولا صعب؟ اللي ورا سامع؟ طيب اللي دايما
نفوكس فيه ان العيانين بتوع النايت بين هم اللي عادة ماشيين في سكة الفروزن والانتجن. دول دايما اللي يقولك عندي الوجع بيصحيني من النوم. الليمتد رينج اوف موشن ممكن يكون اي حاجه من الاربعه دول. يعني مش معنى ان العيان عنده ليمتد رينج اوف موشن ان هو عيان فروزن. ممكن يكون يا امبنجمنت يا روتيتور كاف يا اما اوستيو ارثرايتس. بعد تخيلت الكاتيجوري اللي انا محطوط فيها من هيستوري، انا بتكلم على عيان انستابيليتي او سلاب انجن او اي سي ولا عيانين الفروزن بالامبنجمنت بروتيتور كاف، هبدا اعمل الشولدر examination. الشولدر examination بنقسمها اربع حاجات: inspection، palpation، examination لاي حاجه، range of motion، range of motion بيبقى active passive، واخيرا special test. والspecial test هي اللي كتير قوي في الشولدر، ودي اللي مش هعملها غير حسب differential directed approach. بس كنا محتاجين intention. في حد هيجيب لنا intention يا جماعه؟ طب حضرتك تقعد هنا؟ هنقعد بس. هنقعد وعايز اعيش. الانسبكشن. احنا انسبكتنج فور وات؟ لما بنعمل انسبكشن، طبعا اول يعني احنا هنكسبوز في وقت الاكزامينيشن، لكن انت بتكسبكت الشولدر لوكينج فور وات؟ اول حاجه بصوا بقى، ده اللي بيفرق واحد جاي يعني عارف هو بيدور على ايه، وواحد عاوز او في حد قال ويسني. ده واحد عارف هو بيدور على ايه. يعني اللي يبدا في الامتحان يقول انسبكشن، مفيش دايليتد فينز. ايه دايليتد فينز اللي على الشولدر دي؟ بتيجي منين يعني؟ ومفيش مش عارف سكارز ومش انت اول حاجه بتدور عليها هي المصر ويستنج والكونتور. المصر ويستنج بنشوفه فين؟ السوبرا والانفرا. ومين اللي بيدي الكونتور بتاع الشولدر؟ الدكتور. يبقى انا ببص اول حاجه على الشولدر كونتور والويست. بعد كده عاوز تقول سويلنج ماشي، عاوز لكن ما تعرفش تقول دايركتد فينز ومش عارف ايه والكلام الفارغ. البولي لاند ماركس البالبيشن. ايه البولي لاند ماركس اللي ممكن احسها في الشولدر؟ الاي سي جوينت، كوراكويد، الاكروميوم في السباين اوف ذا سكابيولا، الكلافيكال اول ذا واي لغايه السنه الكابيتولا. مين في دول نورمالي تندر؟ مين اللي التندرنس بتاعته هي الموست سبيسيفيك تيست فور اتس باثولوجي؟ الاي سي شو اسهل تيست عندك اي سي باثولوجي ولا لا؟ انك تضغط هنا بيوجع، هنا بيوجع، يبقى ده اي سي باثولوجي. اوكي؟ ثالث حاجه الرينج اوف موشن. تمام؟ انا ممكن يكون عندي ليميتيشن يا في الاكتر يا في الباسف. اللي عنده ليميتيشن في الاكتف رينج هيكون سببها ايه؟ يا اما عنده ستيفنس، يا اما المصل مش شغاله لعيب في المصل او التندر بتاعها، يا اما المصل مش شغاله لعيب في النيرف اللي بينغذي المصل. انت فاهمين كده؟ طب اللي عنده ليميتيشن في الباسف رينج ايه اللي يمنعها؟ ستيفنس دي حاجه، ولو كان العيان مش اندر انستيزيا يبقى بين. اوكي؟ يبقى الترو ليميتيشن في الباسيف رينج اوف موشن بنعرفها لازم يكون العيان فين؟ اندر انستيزيا، عشان اقول ان العيان ده عنده ترو ليميتيشن في الباسيف رينج. العيان اللي عنده جود باسيف رينج بس عنده بور اكتف رينج يبقى مشكلته فين؟ في المصر ما عندوش ستيفنس. متفقين؟ ممكن العيان يبقى بيتحرك اكتف لكن ما بيتحركش باسيف؟ مفيش. يبقى انا لما اجي افحص الرينج اوف موشن انا هبدا بيه الاكتف. ان العيان يجيبه فور رينج اكتف يبقى مفيش داعي ان انا اروح وراه واعمل له باسيف. اللي مش هيجيبه فور رينج اكتف اقول هو وصل اكتف لغايه كام، وانا لما اكمل معاه باسيف هيجيب لغايه كام. الحركه دي اسمها ايه؟ فورورد اكشن او اليفيشن. والحركه دي اسمها ابدكشن او ساعات بنسميها اليفيشن في الكورونر بلين. لو انا ابدكت 90 درجه يبقى الحركه دي اسمها ان ابدكشن، والحركه دي يبقى اسمها ان ابدكشن.
طيب امال الحركه دي اسمها ايه؟ ترانزيشن ان ادكشن او هاند بيهايند باك. والحركه دي اسمها والحركه دي اسمها والحركه دي اسمها كروس بادي اد داكشن. لو انا معايا حد انا ببساطه ممكن اقول له اعمل زي ارفع ايديك الاثنين كده. الغلط بيجي منين بقى في الامتحانات؟ الكومن ميستيكس. هو قال لي دي ما اقدرش بديه وسط لغايه كام؟ هنقول مثلا ده 100 100 ده الاكل. يبقى انا ابدا اشوف الباسيف بعد كده هيوصل لكام؟ خلي بالك لما بنتكلم على باسيف رينج انت بتشوف الرينج مش بتشوف البين. يعني ما تقوليش عند 140 استعمل انا ما بشوفهاش انا ما بشوفوش هو بيوجعه عند كام؟ انا دلوقتي نوت تيستنج فور بين تيستنج فور رينج. لا فانت المفروض طبعا احنا مش بنعذب الناس بس قصدي هترفع انت بتشوف الرينج مش اول ما هيبان انه هيتوجع تقول لي ان ده الرينج. لا ده مش الرينج انا عاوز اشوف البرو رينج. الغلط دي في الامتحان ازاي؟ بالظبط الناس بتعمل كده. اعمل زي ازاي؟ حلو قوي انسى. اعمل زي حلو قوي انت بترفع نص رفعه وهو بيرفع نص رفعه فاحنا ما فهمناش ايه اللي حصل. يعني عاوز تقول ايه؟ الرينج كام يعني دلوقتي؟ ما اعرفش. تقول لي كده الاليفيشن كده اللي هو ايه؟ ما اعرفش. كده؟ عشان يعمل اكسترنال روتيشن ابدكشن لازم افهمه ان افعاله هتبقى مضبوطه. لو هيحط ايده ورا ظهره كده ورا ظهره المفروض يخلي الطم ابدك. يخلي الطم ابدك كده ايده في نص ظهره والطم ابدك. المفروض يوصل فين؟ عند الانجل بتاع السكابتر. ماشي؟ طيب احنا كده شفنا الرينج اوف موشن. لو انا عندي ليميتيشن في الباسيف رينج يبقى قد يكون ترو ستيفنس وقد يكون بين. البين ده حقيقي. يبقى انا محتاج ان انا عشان اتاكد ترو ستيفنس ولا بين ان انا احاول ابولش البين وارجع افحص الرينج اوف موشن. الحاجه اللي بتقولش اقول كايند بين هي ان العيان يبقى اكزامند اندر اندر انستيسيا. انما لو عنده سب اكروميان سايلوكين ده هيقلل البين بتاع السب اكروميان. لكن لو كان شولدر ارثرايتس مش هيروح البين. الحاجه اللي دايما بنقول عليها ان الفروزن شولدر الباثولوجي بيبدا فين؟ الروتيتور انترنال اللي هي النير ريسترين لمين؟ الاكسترنال روتيشن ان ادكشن. هل وضع الاكسترنال روتيشن ادكشن ده وضع بيحصل فيه امبنجمنت؟ احنا عشان يحصل امبنجمنت لازم تبقى لقيت في ايه؟ انترنال روتيشن. فلو انا حطيت له ايده جنبه وجيت اعمل اكسترنال روتيشن لقيته ما بيجيبش خالص يبقى فروزن. حد يقول لي سبب تاني يعمل الحركه دي؟ بوستيريور ديسلوكيشن. لو لوكت بوستيريور ديسلوكيشن برضه مش هيجيب اي اكسترنال روتيشن. عشان كده لما بيجي لنا حد في الاستقبال واقع من الدعم الكهرب مش عارف ايه تعمل له اكس راي في العليه او يطلع ما فيش حاجه قبل ما تفكر محتاج اكسسوار ريفيوز او سي تي ولا لا اعمل له الوضع ده. لو انت عملت كده ده مش مؤلم على فكره. لو بيجيب اكسترنال روتيشن خلاص هو مش لوك بصير مش محتاج. لو ما بيجيبش يبقى انت محتاج اذر فيوز. في حاجه ثانيه يا رامي ممكن تعمل ليميتيشن اكسترنال روتيشن ادكشن غير الفروزن؟ برايمري شولدر بالظبط. شولدر اوسر برايس بس هو رامي ذاكر جامد برايمري شولدر برايس. يجي بقى ايه؟ نخش على الديفرنشال دايركت ابروش. احنا قلنا في كاتيجوري بتاعت الانستابيلتي والسلاب دي كاتيجوري وناخد الامبنشمنت بالفروزن بالروتيتور كاف كل دول كاتيجوري. عاوزين نتفق على حاجه. احنا معظم الكاف تيرز اللي بنشوفها كروماتيك ولا ديجنريتيف؟ ديجنريتيف. يعني غالبا العيان معاه امبنشمنت. كل التيست بتاعت الامبنشمنت هتبقى بوستيف في عيانين الروتيتور كاف تيرز. فمعنى انها بوستيف يعني اي تيست امبنشمنت بوستيف معناه ان هو impingement plus or minus كافتير. ودايما عاوزين ندور على الكافتير لان العيان اللي بيستفيد فعلا هو العيان اللي عنده كافتير. المفروض ان الامبنشمنت مور اور ليس
الترند ان احنا نعالجها كونزرفتيف مش اوبتيمال. خلاص احنا بنشخصها كتير قوي زياده عن اللزوم وبنفوت كتير قوي المعينين الكافيرز بيبقوا مست مننا. وهنشوفهم في الاكزامينشن بنشوفهم ازاي. ولما نيجي نبص على الرنين احنا ده مش دور الرنين دايما تدور على الكاتس ابريشن. الكاب اللي انت شايفه حلو قوي لما تدور عليه في الكاتس ابريشن هتلاقي فيه اكتر. خلاص؟ طيب الانفينجمنت تيست التندرس بتبقى فين؟ تبقى على الانكولاتر كورنر بتاع الاكروميوم اللي بنسميها الكودمانز كول. بيقول لك الوجع بيبقى هنا وبينزل في ايدي في الابر ارك مش ده اللي احنا بنشوفه. تاني حاجه دي حاجه اسمها النيف ساين. النيف ساين ده ان انا هحط الايد في الانترنال روتيشن وابدا خلي بالك انا اللي برفع يعني ده بس التست ما بقولش للعيان ارفع عينك دي اول حاجه. طيب هرفعها له كده ولا هرفعها له كده؟ انا هرفعها له ميد واي ما بين الابدكشن والفورورد فليكشن. يبقى انا هرفعها له هنا وهنا. مش لازم الاقيها بدات عند 70 وعند 120 راح الوجع. طبعا هو ليه بيروح الوجع؟ لان انا عشان ارفع اكتر من كده لازم اكسترا روتيشن. لكن وانس ان انا بدات فين عند 70 بس بدا فين؟ هو ده السؤال. بدا عند الانترولاترال ايدج اوف الاكروميوم وبدا سمع فين؟ الابر بارت. الاسهل منه الحقيقه اللي احنا بنسميه الهوكنز تيست. واسهل طريقه ليه كده. انا بحط الايد كده وبرده الانترنال روتيتد وانا سندها من هنا. وكل اللي بعمله ان انا بضغطه كده بيقول حاسس وجع. طبعا ممكن ان انا احقن انجكشن وارجع اعيد التست ده تاني لو راح الوجع معناه ان عنده ايه؟ يا امبنشمنت يا روتيتور كف. وبرده عشان ما يعني التست ده ما ندلوش اكبر من حجمه ما تحقنش العيان وتفحصه على طول. افحص العيان، احقن العيان، قول له يطلع يقعد بره ودخل كشف كده وارجع دخله بعدين. لما هيخرج بره قول له استخدم دراعك عادي. ممكن تقول له لما برفع كده اخبار الوجع ايه؟ يقول لك لا الوجع كده اقل. تقول له طب اخبار الدراع ايه؟ يقول لك تخيل لما بره بستخدمها برضه ده ايه؟ فانت معناها ان انت لو عملت له سيمبل دي كومبريشن برضه هو مش هيطلع مبسوط. يعني مش القصه ان هو يرفع بس، ترفع له انت بس، الفكره انه يجرب يستخدم ايده ويشوف لا زال بيشتكي ولا ما بيشتكيش. طيب العيان اللي عنده الامبنشمنت تيست بوزيتيف يبقى يا اما عنده امبنشمنت يا اما معاها بلس مين؟ روتيتور كاب. لا لا مش معاها، هقول لك ده اكسترنال امبنشمنت، ده سب اكروميال امبنشمنت. الروتيتور كاب اللي هو ايه؟ سوبرا والانفرا. الانفرا هناخد معاك احنا وي كان ايزوليت السيريس ماينور بس يعني هناخدهم مع بعض هنسميهم البوستيريور كاف على بعض. يبقى في سوبيريور كاف اللي هو السوبرا، في بوستيريور كاف اللي هو الانفرا والتيرس، وفي انتيريور كاف اللي هو السب سكابيلاس. السوبرا سباينيتس مسؤول عن ايه؟ عن الابداش. اوكي؟ ده اللي هنعمله اول حاجه للسوبرا سباينيتس. السوبرا سباينيتس برضه عشان نبقى عارفين حكايه الانيشيشن اوف ابدكشن 0 20 و 20 90 عاوزين ننسى الموضوع خلاص. هي مسؤوله عن الابدكشن ولو فيها تير هيبقى عندنا ويكنس في الابدكشن. لكن العيان اللي عنده كومبليت تير في السوبرا سباينيتس كان انيشيت اكتف ابدكشن لو بقيت الروتيتور كيبل عنده سليم. لان الكيبل اللي شاف الكاف ده مش حبل ماشي اسمه سوبر او حبل ماشي اسمه انفرا، ده دول شيت على بعضها كده. والسوبرا جزء صغير من الكف، يعني احنا لو اعتبرنا ان الكف عرضه مثلا من 5 سم مش اكتر من اول 12 ل 15 مللي هم السوبرا. وعشان كده اي قطع تشوفه كبير حتى لو التقرير كاتب لك سوبرا سباينيتس اعرف انه لازم يكون معاه انفرا، مش ممكن يبقى ايزوليت السوبرا. الشوبس تيست ان هو هيرفع الايد في الابدكشن انترنال روتيشن والمفروض انها تبقى بوستيريور سنه للكورونا بليك. وانا لاففها في انترنال روتيشن وانا بقول له اضغط تحت انا هضغط تحت وهو القوي بلاش تنسى. دي طبعا واضح انها اضعف. الناحيه دي اضعف يا اما لان السوبرا سباينيتس بتاعتها فيها تير يا اما لان هو موجوع.
عشان اعرف هو موضوع ولا لا ارجع تست السوبرا سباينيتس في وضع ما يخليهاش امبنجز، المفروض انها ما توجعوش، اقوم بدل ما هي انترنال تنت ترجع لها ايه اكسترنال روتيشن، هو اوريدي الاكسترنال روتيشن عامل ايه؟ هضغط تحت الاثنين وهضغط وقاوم قاوم. طبعا هو عنده ترو ويكنس. انا عملت جوبس تيست. طبعا لو نيجاتيف والدنيا كويسه مش محتاج اعمل بقى الفور تاني خلاص، هو ما عندوش حاجه. لكن لو عنده ارجع اعيد بالفور كان اشوف السبب كان البين ولا ديس ترو ويكنس. طيب وده الانتي كان الحقيقه يعني اي فايند ان هو اهم واحد فيه العيان اللي بتحطه ميد واي زي ما كنا بنعمل النير تيست، بس بنعمل النير تيست بقى ايه اندر ريزيستنس، ارفع وانا بزق تحت اللي يقدر يرفع بقوه كويسه ده ما بيطلعش السوبر سباينيتس مقطوع، اللي عنده ويكنس بتطلع مقطوع. طيب البوستيريور كاب مسؤول عن مين؟ عن الاكسترنال روتيشن. فانا المفروض عشان اتست البوستيريور كاب اشوف فورورد الاكسترنال روتيشن، في طريقتين، يا اما تحط العيان ايده في جنبه وتقول بزق لبره وانت اللي تقوم مشكلة ده ايه؟ ان انت تشرح للعيان وهو يفهم ان في حركه بتتعمل كده قصه صعبه جدا، قصه صعبه جدا الحقيقه يعني. الاسهل منها ان يحط ايديه في جنابه، انت لا سيبها معايا شايفها كده؟ خليها كده ما تخليش اضم بعض، ما تخليش اضم بعض كده اسهل بكتير في الشرح الحقيقه، لكن الحركه دي يعني انا ان انا اشرح ايه اللي المفروض يتعمل بلاقي انه صعب جدا. يبقى انا شفت مين كده؟ الاكسترنال روتيشن. متبقي لي مين؟ سبسكابيلاريس. السبسكابيلاريس ليها ثلاثة تيست، طبعا دي الليفت اوف اللي انتوا عارفينه اللي هو الجنبية تيست اللي هو هيحط ايده يحط ايدك ورا ظهرك يتكلم معلش بعد اذنك. وهي ارفع ايدك كده عن ظهرك، انا هحاول انا ظهرك وانت قوي. ما تخليهاش تلمس ظهرك، ما تخليهاش تلمس ظهرك. اوكي؟ ده مشكلته في ايه؟ مشكلته ان في عيانين كتير ما يقدرش يجيب ايده ورا ظهره، فمش هقدر اتست السبسكابيلاريس. التست الثاني اللي ممكن اعمله للسبسكابيلاريس هو اللي بنسميه البيري بريس، بس البيري بريس دي شرطين. اول حاجه لما يحط ايده على بطنه كده، لو انا حطيت ايدي على بطني كده وقعدت اعمل كده هتلاقي البكتوراليس هي اللي شغاله، اعمل انت كده هتلاقي ان العضله عندك اللي شغاله هي مين؟ البكتوراليس. ده عشان تشتغل السبسكابيلاريس لازم الكوع يطلع انتيريور للكورونال بلين، فانت لازم تبقى وخلي بالك انه ما يبقاش عامل كده وبيعمل كده بصوابعه، لازم يبقى ايده كلها. اوكي؟ فهو لازم اطلع فوقه انتيريور للكورونال بلين بتاع الكورس بتاع الترانك يعني. ده اسهلهم بقى. لو يقدر يجيب ايده كده انا هقول له انا هحاول ازق ايدك لفوق وانت زقني لتحت، زق لتحت. ده بيتست مين؟ برضه سبسكابيلاريس، وده بنسميه البير هايت. البير دوب بير. طبعا سيريتس انتيريور للسكابيلار انتوا عارفينه ده صار ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير في الاتليتس، تلاقي حد عنده شولدر بين. كل مشكلته انه عنده حاجه اسمها سكابيلار ديسكاينيز، في مشكله في حركه السكابيلا على راسه كده. بتبان البين دايما عندهم في الفورورد الفورورد فليكشن الفورورد اليفيشن، فتلاقي كل ما يرفع يتولى. انت مشكله بس المشكله في الفورورد طبعا، ان انا بشتغل عادي كده. لو انت رحت ماسك الانجل بتاعت الاسكافيلا بايدك مثبتها يعني تقول له بنرفع كده يقول لك كده بيوجع، تقوم مثبت الانجل وراجع رافع يقول لك ما عادش فيه وجع، يبقى مشكلته في ايه؟ في الاسكافيلا ديستانيزي، ودي عادة بتحتاج مجرد فيزيوثيرابي وراجل. ومن اشهر التمارين اللطيفة ليها انك تعلمها العين، العين يبقى قاعد كده وحاطط ايديه كده. شايفين انا بعمل ازاي؟ دي من اكثر التمارين اللي بتخلي الاسكافيلا تظبط حركتها على الفراس. هي مفاصل انت غير ال يعني في حاجه بنسميها اللاج ساينز، اللاج ساينز دي يعني غير الاكتف تيستنج انا ممكن اجيب ايده واحطها له انا في
المطلوب منه ان هو يحافظ عليها الوضع ده. سواء ممكن اعملها ممكن اعملها الاكسترنال ممكن اعملها السابسكابيولاريس وممكن اعملها السوبرا سباينس. الحقيقه برضو من الحاجات اللي لازم نعرفها ان اللاك ساينس دي احد الاسباب انها بتطلع بوست ان العين يبقى انتين. يعني في عيان تقول له هسيب ايدك نشوف هتقدر تشيلها ولا لا، اول ما تكون ساقطه كده تقول ده خلاص ده غير انت كنت هو العيان موضوع جدا ومش قادر. فيعني اللي بيديها اكبر من حجمها موضوع الدروب ارم ساين. حقيقه الاكروميك لابيكولار جوينت، الاكروميك لابيكولار جوينت من الحاجات اللي ممكن نلاقيها اكتر في الكبار، لكن بنلاقيها في الصغيرين اللي هم بيلعبوا شيل اوزان حديد. اسهل حاجه فيها هو الدايركت كومبريشن، تضغط هنا بيوجع يبقى اه ده كرونيك. في حاجه اللي بنسميها الباد كاب، الباد كاب ده يعني هو وهو كده قلنا فيكتور فيروس انترنال روتيشن وحاطط ايدك الثانيه كده وتحاول تزق لفوق، انت زي ما تكون بتحط كوم في بعضه فده يحس بضغط ليه، او تعمل له الاكتف كومبريشن او الاوبراين اللي هو ايده كده وتقوم ضاغط كده. لو قال لك الوجع عند الاي سي يبقى السبب من الاي سي. ممكن يقول لك الوجع الحركه دي بتوجعني بس الوجع من جوه الريت، يبقى غالبا ده هيطلع سلام، غالبا هيطلع سلام. اوكي يبقى هو لو هنا قال لي الوجع عند الاي سي يبقى من الاي سي، لو قال لي الوجع جوه الكتف هيبقى سلام. التست دي معموله للبايسب ستندنس، والبايسب ستندنس بروبلمز اكتر في الناس ممكن يبقى صغيرين ممكن يبقى كبار. بس برضه يعني من الحاجات اللي عاوز اقولها موضوع الباسيبتال تندنايتس ده موضوع اوفر دايجنوست بشكل رهيب. يعني نحاول على قد ما نقدر نبعد عن تشخيص اسمه باسيبتال تندنايتس، لان ده تشخيص جزء كبير منه وهم. هنا بيسموها نون انتر ريليتد بروبلمز، يعني المشكله مش مطرح ما البايسبس ماسك في الكلينويد او في السوبيريور ليبرم، لا ده تحت في الكروف. المطرح ما ماسك في السوبيريور او الكلينويد ده اللي بنسميه السلاب. اللي اوطى من كده ده اللي بنسميه نون انتر ريليتد. عاده يعني بيبقى فيه اذر بروبلمز، فبنحاول نقلل من التشخيص ده على قد ما نقدر، لدرجه دايما بقول ان في ناس من الشولدر سيرجنز الكبار دي ديناي ان في دايجنوزس اصلا اسمها بايسبتال تندنايتس، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. في تو تيست مشهورين دايما بنعملهم اللي هم السبيد واليركسون، وهوريكم صورهم دلوقتي. الحاجه الثانيه اللي عاوز اقولها غالبا لما بحط ايدي كده واعمل رولينج كده، طبعا الحركه دي بينفول في جميع الحالات لانك بتضغط جامد. ثانيا اللي بيرول تحت ايدك ده غالبا دي الدلتويد، ده مش المهم ديدو بايسبس، ده لازم يكون واحد عنده يعني سيفير دلتويد اتروفي عشان تعرف تجيب البايسبس وترول تحت صباعك كده. ادي السبيد، هيبقى سوبينيتد وايده مفروضه، وبقول له ارفع ايدك لفوق وانا بقاومه، والمفروض انه يشتكي من وجع فين؟ الوجع طبعا اي حد عنده جنراليزد شولدر بين سواء اوستيو ارترايتس او فروزن او كده كل ده هيبقى مؤلم بالنسبه له. اليركسون ان انا بسلم عليه وايده مدنيه وهطلب منه ان هو يسوبينيت وانا بقاومه، برضه المفروض يحس الوجع في مكان. وطبعا الباي ساين دي انتوا عارفينها معناها ان اللونج هيد اوف بايسبس حصل لها تيل. احنا قلنا الكومبريشن والاكتف كومبريشن اللي هو الاوبراين تيست، لو كان الوجع عند الاي سي جوينت يبقى السبب من الاي سي جوينت، لو كان السبب جوه الكتف يبقى سلاب. سواء ان انا هعمل له كومبريشن هو كده او هعمل له الاكتف كومبريشن هو ايده الضغط والترنال روتيت بقول له ارفع ايدك لفوق. برضه شوف الوجع جاي منين، في حاجه بنسميها البايسبس لود تيست، بيبقى نايم تاني ايده وبيحاول يلقيها وانا بقاومه، برضه هيحس الوجع. يعني مش مهم ان احنا نعرف تيست كتير، كفايه ان انا بعرف الاوبراين للاي سي والسلاب. طب هنخلي الترنال امبنشن بعدين. دلوقتي انا عملت التستنج ده. الانفنجمنت تيست احنا عرفناه. الروتيتور كاف عرفنا نفحصه عضله عضله، عرفت العيان
impingement بس ولا impingement ومعاه rotator cuff فيه. العيان الفروزن عنده limitation في كل الباسيف رينج، بس العيان الامبين ممكن يبقى عنده برضه limitation في حاجات كتير من الباسيف رينج. فقلنا العيان الفروزن اعمل له رينج مش painful اللي هو ايه؟ سيل روتيشن ان ادكشن. لو ده ليميتد باسيف دي يبقى عادة ده عيان فروزن. غير الحاجه الثانيه اللي بتعمل كده لو ما كانش عيان تروما، العيانين الاوستيوارثرايتس. الاوستيوارثرايتس كمان بيبقى فيه صوت يعني حك واضح جدا ان الحياه بتتحسن. يعني هي دي الكاتيجوري بتاعت الامبنجمنت روتيتور فروزن شورت. في بقى كاتيجوري ثانيه ان هو يا اما يبقى البيت ده جاي من النك، ودايما احنا عارفين ان وجع الرقبه ممكن يسمع في الكتف، ووجع الكتف ما بيسمعش في الرقبه. بس خلي بالكم ان في ناس كتير من اللي عندهم سيرفايكال باثولوجي عندهم برضه شولدر باثولوجي، واسهل حاجه في التفرقه واحد يقول لك رقبتي بتوجعني وكتفي بيوجعني، ماشي اوكي. فانت تقول ده رديف. طب كتفك حاليا بيوجعك؟ لا. طب تعالى نحاول نعمل سلايد انترنال روتيشن كده، يقول لك سيفير بين. ده ليه علاقه بالرقبه؟ ملوش علاقه. يبقى عنده مشكله ثانيه في الكتف، لان هما الاثنين والعيانين اللي عندهم سيرفايكال باثولوجي سيرفايكال سبونديلوسس بالذات او عملوا سيرفايكال سيرجري قبل كده ار هاير ريسك ان هما يجي لهم فروزن شوك. يعني ممكن يبقى عندنا الاثنين. نيجي بقى للكاتيجوري الثانيه اللي احنا بنقابلها كتير اللي هم عيانين الانستابيلتي. الانستابيلتي زي ما احنا عارفين يا انتيريور يا بوستيريور يا مالتي دايركشن. اكتر حاجه بنشوفها هو الانتيريور. الانتيريور يا اما عيان بيتشلع فرانكلي، يا اما اتفقنا ان ممكن عيان يبريزنت باي بين بتاع انستابيلتي. والبين بتاع الانستابيلتي ده انت لو عملت له الانفنشن بتاعت البينفول ارك والنيرو كده غالبا بيدي بوزيتيف، لان هو مشكلته ايه؟ ان الكبسول بقت واسعه قوي، السباحين وبتوع الاندور تيجي يرفع ايده الهيد تاخد ارك عالي فتحك برضه فيه في الاكرومي. فخليك مايندد بالقصه دي، مفيش واحد عنده 20 سنه ولا 18 سنه عنده اكسترنال ايبينشن، مفيش حاجه كده. ده عيان عنده انستابيلتي بس بنسميها ساتل يعني مستخبيه. ايه التست بتاعت الانتير شولدر انستابيلتي اللي احنا عارفينها؟ الابريهنشن الحقيقه ممكن يتعمل والعيان قاعد وممكن يتعمل والعيان نايم، هو نفس التست. لو عملته قاعد بنسميه كرانك، ولو عملته نايم بنسميه فالكي. هو نفس التست. في كتير من الاكزامينرز بيحبوا قوي ان العيان يفحص الابريهنشن وهو نايم. اتس اوكي، يعني انت لو هتختار واحد منهم اختار النايم، لان في ناس ما بتحبش القاعد يقول لك هو ما ينفعش وهو قاعد، فيعني ما تدخلش نفسك في الدايلما دي. الابريهنشن استاذ حضرتك تنام؟ الابريهنشن لو بعمله وهو نايم انا عاوز حضرتك تطلع سنه لبره. شويه عشان بس ما تبقاش في الهواء بس كده ما تقعش. لازم كتفه تبقى بره الترابيزه. خلاص؟ المفروض الابريهنشن بنعمله في انهي وضع؟ ابدكشن اكسترنال. I'm looking for a I'm looking for apprehension. يعني في حاجتين ممكن يحصل، ممكن يحصل apprehension يعني يقول لك انا حاسس خلاص انه هيطلع، ممكن يبقى حاسس بالبين. البين ده هو اللي بنسميه internal intention. انا لازم اعرف الابريهنشن تيست انا عندي بين ولا عندي apprehension. اوكي؟ لو انا ممكن يتعمل فور بين وممكن يتعمل فور انستابيلتي.
فور بين يبقى ده بيشخص الانترنال انفنجمنت، فور انستابيليتي ده بيشخص الانستابيليتي. اللي احنا بنعمله عاده لو عاوز توفر وقت، لو انت في عيادتك بقى بعيدا عن الامتحان، اللي انت بتعمله وانت قاعد وبتشوف، بص ايدي بقى من هنا، عندي صباع محطوط ورا بيزق وعندي اربع صوابع محطوطين قدام ساندين. اول ما يبدا يحس البين او الاستابيليتي يبقى اللي قدام دول ضاغطين، لان انت ممكن تعمل كده تلاقي اهو حطيت في الخبر. طبعا هو انت هترتبك وهو هيتضايق وهتبقى هيبقى وضعك كله على بعضه بالظبط. ده اشهر حاجه وده اللي المفروض يبقى عارفينه. دي المفروض ان انا بعمله في كام درجه؟ ابدكشن 90. طب لو انا عاوز اعرف العيان ده اعمل له بقى ايه العمليه؟ ارجع عيد تاني التست ده 45 اللي بنسميه ميت ابدكشن. لو بوزيتيف في الميت ابدكشن معناه ده فيري ايزي. غالبا يا اما في اندرلاين بوني باثولوجي يا اما السوفت تيشوز ار فيري بول. وفي الحالتين ده الكارث ده فور بروجنوزس فور بانك ابدكشن. يبقى ده غالبا هفكره في حاجه بول يعني. اوكي؟ يبقى احنا قلنا الابريهنشن والريلوكيشن ينفعوا للبين وينفعوا للانستابيل. اللودن شيفت ده الحقيقه انا ما بعملوش، ما اعرفش انت بتعمله. هو صعب جدا الصح. يعني ان انت على الصح تمسك تثبت من هنا الاكروميوم وتمسك الايد كده وتتحرك وتشوف الهيد يونتس يعني بتطلع على الاتش ولا الدينوي ولا بتعدي ولا بتطلع خالص يعني على واحد صاحي يعني اعتقد انه صعب جدا. البوش بول ده مش يعني ده حاجه بتحدد الوجع بس يعني. هو انا شايف من ناحيه وبضغط في ايدي الثانيه يعني اللي ماسكه الفور ارم دي بتشد فوق واللي ماسكه الابر جونرس دي بتزق لتحت. وكل الهدف انه لو قال لي بيجي لي نفس الوجع اللي بيجي لي يبقى ده معناه انه عنده انستابيليتي. طب لو عنده بوستيريور انستابيليتي هيحصل ايه بقى؟ تعالى خد على الكتف الثاني عشان ما يوجعوش. وعنده posterior instability انا احط ايده في abduction وانترنال روتيشن، راجل ايد هنا وايد هنا. خلي بالك اليانج تيست هو الشيرك تيست عشان ما نقعدش نتكلم. وبقوم زائد كده، المفروض لما ازق كده يبدا يحصل ايه؟ posterior subluxation. هو مش هيبقى كده، هو هيسبلك. لو انا ضاغط كده وبدات اجيبه من الاب من الادكشن للادكشن المفروض يقوم حاسس بلانك كده ويقوم داخل تاني في مكانه. يبقى ده بتاع البوستيريور. طب المالتي دايركشنال، المالتي دايركشنال المفروض هيدي بوست هنا وهيدي بوست هنا في ده وده. المفروض يدي المنظر ده. المالتي دايركشنال ده مشكلته في ايه؟ ده مشكلته مش بول، ده مشكلته ان الكابتن عنده جنرالز نيكس بلاسي والكبسول كلها بقت واسعه جدا. فلما شلت ايده لتحت اشوف الامتي سيلف ساين. خلي بالكم من عيانين الانتيريور يوني دايركشن ان خلعوا كتير قوي برضه الاكزيلري باوتش تبقى ريداندنت وبرضه في الاخر هيدي سالكس. فمش لازم يبقى مالتي دايركشن، يا اما مالتي دايركشن يا اما يوني دايركشن الانتيريور بس خلع كده. الفروزن اتفقنا ان عنده ليميتيشن فيه الباسيف رينج، كل الباسيف رينج وعنده بين وعنده نايت بين ودايما بشوفه في الابدكشن ان سيلفر ديشز. والشور دايجنوزس اي حد ممكن يغلط فيه ان العيان اول ما ياخد جنرال انستيزيا ترجع تاني تفحص البين. يعني العيان لو خد جنرال انستيزيا وانت فاكر ان هو فروز، اول ما خد جنرال انستيزيا راح جايب لك فور رينج، يبقى انت الدايجنوزس بتاعك كان غلط. فما تقومش بقى اعمل الحركه دي وحقنه الحقنه دي حاجه نسيت. غالبا هيطلع ان العيان ده يا اما ارثرايتس، والارثرايتس خلي بالكم بتبان في الاكس راي احسن من الرنين لو كانت ايرلي ارثرايتس. يعني ممكن ما تاخدش بالك في الام ار اي لكن الاكس راي يبان انها كلاسيك ارثرايتس، عشان كده لازم نطلب الاثنين. يا اما هو كان عيان كاف تير وانت مش مشخصه والقصه كلها كانت قصه اثنين. فطبعا المانيبيوليشن والحقن والكلام ده مش هيفيده في حاجه خالص. هتعرف ان دي حاجه نسيت منها. في حاجه يعني طالعه دلوقتي في الاتليتيك
كتيرة قوي اللي بيبقى عندهم limitation في internal rotation. خلاص؟ الـ internal rotation deficit أو الجيرب ده موجود في الأتليتي. ومشكلته إن هو لو اتساب هينتهي بسلاب إنجل في الآخر. فاللي عندهم posterior shoulder pain لازم أشوف الرينج أوف internal rotation يا إما بالطريقة دي يا إما أشوف الانترنال روتيشن. ولو عندهم فرق بين الناحيتين لازم اركز على الاسترتش اكسرسايز. هما دايما بيعلموهم قبل التمارين لازم يمسك كده ويشد جامد عشان يعمل استرتش للبوستيرير كابسول، ولما ينام ينام كده عشان يعمل استرتش للبوستيرير كابسول. ومهم موضوع الاسترتش بتاع البوستيرير كابسول بالذات في الاوفر هيد اتليتس. اخر حاجه، في حاجه بقى اللي بنسميها الثوراسيك اوتلت سندروم. طبعا اللي هو بمسك البالس واقول له خد نفس واكتمه، الاقي البالس يضعف اقول له خرجه، البالس يرجع ياخد تاني. يبص انهي ناحيه؟ ادسون قال انه يبص الناحيه اللي انا بقيس فيها البالس. الموديفايد ادسون قال انه يبص الناحيه الثانيه. يعني اتسيمز انها مش فارقه كده. يبقى في عيان ممكن يجي يقول لي انا حاسس ان ايدي ضعيفه، غالبا هيطلع يا اما روتيتور كاف ماسل يا اما ممكن يطلع ماسل ستاك. فلازم نبقى عارفين ان في ماسل ثانيه في الشولدر غير روتيتور كاف. دي الماسلز، وده كل واحد اسهل طريقه ان انت تعمل لها تيست. وهي الناس اللي بتحب تلعب جيم هي نفس الطريقه اللي بتقوي بيها العضل، مش اللي بتقوي الترابيزس بيشيل الوزن بيعمل كده، فهي دي طريقه الترابيزس. احنا عارفين ان الالبو فليكشن بتعمله البراكيالس، البايسبس هي سوبايليتور للفليكسد البو، هي مش مين البو فليكسر. فهو كل واحده بنفس الطريقه اللي بنقويها بيها. يعني اصوات بقى الخرفشه اللي بيقول لك بص اصوات رهيبه كده، موست كوملي بتبقى ايه؟ موست كوملي سبب اكروميال ديستنس. موست كوملي صوت الخرفشه ده بيطلع يا ليه ارترايتس يا ليه ليبرال تيرز او لوز بوت. طيب احنا كده خلصنا، لو حد عنده اسئله اعتقد الوقت خلاص. انا اعتذر.